بل تضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم. ثم دعاه فقال، سأله عن عدد القوم فأبى، فسأله كم عددهم أبى، قال كم تنحرون من الإبل كل يوم؟ قال من 9 جزور إلى 10، يعني كل يوم ننحر 9 جمال إلى أو 9 من الجزور إلى 10. فقال النبي، القوم بين 900 والألف، على أن الجزور يأكله 100 كل يوم. قال القوم ما بين 100 إلى 1000، وكان بين 900 إلى 1000 عفوا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان عدد أصحابه قيل 313، وثبت أنهم 319، في القولان موجودان والأسانيد بهما صحيحة، ولكن لعل بعض العادين استثنوا الطلائع، وبعضهم حسب الطلائع، يعني العدد يتراوح ما بين 300 إلى 320، هذا عدد أصحاب الرسول، وبدقة قيل 313، وبدقة قيل 319.